رجال التونس قالوا النهاردة إن الكورة روح وقلب وإخلاص، كانوا بجد حماة الحماية. حماة الحماية يا حماة الحماية، هلموا هلموا لمجد الزمن. تونس النهاردة عملت ماتش كبير قدام المنتخب النيجيري، ولو على الإمكانيات الفنية والبدنية ممكن ما يكونوش الأقوى، بس كانوا الأفضل بالروح والعرق والكفاح في الملعب، تقل جدا كل الفروقات. دراجر وبن سليمان والجزيري والقائد المساكني كانوا أبطال. فريق غايب عنه فريق تقريبا بسبب الكورونا، وبيلعبوا الفريق الوحيد في البطولة اللي جمع 9 نقط في الدور الأول، وكانوا رجالة. نحب تونس، نحب شعبها ولاعبيها، ونحب نكون زيهم قدام كوت ديفوار بالقلب والروح والإخلاص، نعبر أي صعب إن شاء الله.